طيب الحقيقه النهارده شويه خبر حزين جدا لينا كمصريين، خبر حزين جدا جدا. استبعاد الاتحاد الافريقي يقرر استبعاد النادي الاسماعيلي او ملعب النادي الاسماعيلي، او انا اسف يستبعد النادي الاسماعيلي من دوري ابطال افريقيا. يعني اتكلمنا في هذا الموضوع يوم المباراه وكنا كلنا متخوفين. النادي الاسماعيلي اسم من الاسماء الكبيره جدا في عالم كره القدم المصريه والكل يعلم ذلك، وسيظل دائما هو الضلع الاساسي او ضلع اساسي من اضلع كره القدم المصريه. النادي الاسماعيلي بيني وبينكم انا سالت في الموضوع وعرفت ايه اللي حصل في استاد اسماعيليه يوميها. 40 50 ولد من ضمن الجماهير اللي موجوده هم اللي عملوا القصه وهم اللي عملوا المشاكل. ودلوقتي وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام، البعض يطالب ان هم يطلعوا من السجن. الواحد ساعتها او في الوقت ده بيبقى قلبه وجعه، نحافظ على الاولاد الصغيرين دول ولا لازم يتعلموا الادب علشان بعد كده ما يحصلش كده تاني؟ لان احنا شفنا واكتر ناس اتكود يا جمهور الاهلي من هذا الموضوع. فدايما بنتكلم في حاجات صعبه جدا جدا بتحصل مع النادي الاسماعيلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا جدا خلال هذه الايام، وحاجات كتيره جدا جدا حصلت مع النادي الاسماعيلي. لكن عموما الاتحاد الافريقي بيقرر استبعاد النادي الاسماعيلي من دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شايفين امام حضراتكم. ده الجواب اللي اظهره الكاف لاستبعاده للنادي الاسماعيلي. طيب وخليني اقرا لكم برضو سريعا الخبر. قررت لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي لكره القدم اليوم الاربعاء عن استبعاد نادي الاسماعيلي من دوري ابطال افريقيا بعد احداث الشغب التي شهدتها المباراه ضد النادي الافريقي التونسي في الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه. الحكم الكاميروني نيون اليوم قد قرر الغاء المباراه مع ضيفه فريق الافريقي التونسي. اصبحت المجموعه الثالثه تضم مازيمبي والافريقي والنادي الرياضي القسطنطيني. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاسماعيلي ويظل دائما اسمه عاليا خلال الفتره القادمه. حدث عارض عدى ان شاء الله يعدي على خير، ونتعلم منه كجمهور ان احنا كل جمهور مصر بقى يتعلم منه ان احنا دايما ناخد بالنا، لان انت في الاخر النادي الاسماعيلي بيلعب في محافظه كبيره جدا واهلها ناس طيبين وكويسين جدا، لكن في نفس الوقت انت بتلعب باسم مصر. النادي الاسماعيلي كده وفوقيه دايما بيتحط اسم مصر، النادي الاهلي وفوقيه دايما بيتحط اسم مصر. فعشان كده خدوا بالكم لازم كلنا كجمهور نتعلم من هذا الموضوع.